برضو سؤالي ممكن تشترك معانا فيه لانه ده سؤال مهم جدا. دايما اللي داير من بعض من لا يشجع النادي الاهلي يقول لك ايه، هو في حد هيسيب الدوري الانجليزي وهيجي للدوري المصري؟ ده سؤال ده لي انا ولا احمد؟ ليكوا انتوا الاثنين. هيبقى جاوب انا بقى. كابتن محمد بركات عمل بدايه اكثر من رائعه مع النادي الاسماعيلي في اعتقد من بنتكلم من سنه 99 لغايه سنه 2000 بعد نهائي الكاس الاتحاد الافريقي بمسماه القديم لما النادي الاسماعيلي خسر الفاينل قدام شبيبه القبائل الجزائري ومحمد بركات ضيع فرصه في الاخر كده كانت غريبه جدا جت في العارضه في الدقيقه 94 فاكرها انت يا كابتن اسلام؟ فاكرها طبعا فرصه طبعا فظيعه. المهم كابتن محمد بركات طلع من نادي الاسماعيلي وراح قطر والدوري القطري دوري مختلف ساعتها يعني لسه ما كانش بالقوه وراح السعوديه الاول اهلي جده وبعد كده رجع من اهلي جده على العربي بالزبط. قطر وجاء النادي الاهلي رجعه لمصر في موسم صيف موسم 2004 2005 مظبوط يعني كل معظم الاعلام محمد بركات بيفني ده حتى في تصريح لمسؤولين رسميين قال لك لا 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 احنا مش عايزينه ده فنش كوره وخلاص وانتهى الموضوع وبعد كده محمد بركات قدم بقى ما يفوق سنوات ابداعه مع النادي الاسماعيلي. فاحنا هنا بنتكلم عليه يا كابتن اسلام بنتكلم ان كل فتره وكل حقبه ليها اسلوبها وليها طريقتها. يعني مثلا بيرسي تاو بدا السنه دي فتره الاعداد مع برايتون وجايب هدف هنتفرج عليه لما تيجي فقط تحليه حاجه عظمه. ولد بصراحه مش ممكن. ده بدايه فتره الاعداد مع فريق شوقتونا بصراحه مع فريق اوروبي. فحته طبعا تقليل والتقزيم من انجازات فريق بيعملها مجرد ان انا عايز يعني اهبط الهمم بتاعت الناس دي ده اسلوب اعتقد شفناه كتير وعشان كده حبيت افكر الناس بتجربة بركات على كابتن محمد بركات في ايام فتره مانويل جوزيه. تخن شويه بركات بس يلا ماشي بعدين ديش دلوقتي اتفضل. انا شايف طبعا صفقه بيرسي تاو ديت صفقه من العيار التقيل صفقه الموسم. اولا هو لعيب بيكلم الكوره لعيب حريف جدا من احرف اللعيبه في افريقيا. أيوة. حريف جدا 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 ولكن في كمان هو كلمه قالها عجبتني جدا قال لك اخترت التاريخ. اعتقد ان ده رد على سؤال حضرتك يا كابتن اسلام. هو ليه جه من الدوري الانجليزي؟ اولا عشان خاطر مدرب معاه موسيمان يدربه قبل كده وعارفين بعض كويس جدا دي رقم واحد. رقم اتنين هو عايز يرجع نفسه عايز يبقى بقاله فتره بيقعد احتياطي ما بيلعبش اساسي مع برايتون فعايز يبقى نجم عايز يرجع نفسه كنجم مع مدرب بيحبه زي موسيماني فده عشان كده اختياره. الحاجه الثالثه ان هو اختار نادي كبير اكبر نادي في افريقيا هو النادي الاهلي عشان كده هو كتب على صفحته انا اخترت التاريخ دي كانت جمله مهمه جدا جدا. الاهم بقى ان هو لعيب جوكر على فكره هو بيلعب جناح يمين بيلعب جناح شمال ولكن قد يتم استخدامه كصانع العاب في حاله يعني حصل مثلا ايقاف لمحمد مجدي قفشه او كده. خلي بالك دي انا بس عايز اكلمك في نقطه الانجاز لان كنت عمال افكر في التويته اللي كتبها بيتسو موسيماني نفسه لان هي بدات من هنا قال لك لانه على بيرسي تاو ان يختار ما بين صناعه التاريخ وكتابه التاريخ في افريقيا مع الاهلي او بالاستمرار بدون انجازات في اوروبا. اللعب في النادي الاهلي حلم لاي لاعب في داخل القاره الافريقيه. اللعب في النادي الاهلي ده حاجه مهمه جدا ولكن نقطه حته صناعه الالعاب دي يمكن هي بعيده برضو عن بعض الناس ان ممكن متخيل ان هو ممكن يجي كجناح ايمن او جناح ايسر. هناك اتجاه قوي في الايام المقبله بناء على رغبه موسيماني ان هو يرجع احمد عبد القادر وعمار حمدي طبعا في مركز صناعه اللعب اتجاه قوي جدا يعني ان احنا نرجع عمار حمدي واحمد عبد القادر ولكن بيرسي تاو برضو بيلعب الدور ده هو قال لهم ان هو ممكن يلعبوا برضو في حته صناعه اللعب يلعب كجناح يمين يلعب كجناح شمال يلعب كصانع العاب فدي نقطه وكمان بيلعب مهاجم وهمي يعني هو في منتخب جنوب افريقيا لما كنت بتفرج عليه كان بيلعب مهاجم وهمي يعني فولس ناين وبيتحرك من تحته هو برضو في نقطه مهمه كمان وهي ان احنا في الفتره الاخيره محتاجين لعيب بيعرف يقف على الكوره احنا في الماتشات الاخيره في الدوري احنا فقدنا نقاط كتير بسبب ان اما عندناش عندنا لعيبه بتقف على الكوره بس مش كتير. ليه؟ انت بتبقى متقدم 1-0 ومحتاج اللعيب اللي قدام يقف على كورته يعرف يجيب فاول يعرف يرقص يعرف يضيع بعض الوقت. شفت لوكاكو بيعمل ايه في تشيلسي؟ ده وحش ده حاجه يعني الكوره تيجي وحواليه 10 عمالين ينطوا على ظهره وفان دايك وفينالدو محتاجين النوعيه دي. بيرسي تاو الحته دي ان انت بس ده مختلف خالص طبعا بيرسي تاو عن بس هو حته يعني. المهاره هو مسمينه في جنوب افريقيا ميسي جنوب افريقيا
لان هو لعيب حريف جدا. انا بشوف ان هو طبعا صفقه الموسم وهيفرق كتير جدا 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 مع النادي الاهلي. بيرسي تاو مفيش شك ان انت جايب لعيب دولي، لعيب بسم الله ما شاء الله، لعيب مهاري جدا. اعتقد ان ده هتبقى صفقه الموسم.